الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. أحبائي وأعزائي متابعين قناة ريو ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق القناة طلب مني فيديو عن مكنة إبرة واحدة، عن أسباب تقطيع الخيط في المكنة إبرة واحدة، فأنا وعدته إن شاء الله أعمل الفيديو ده. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض عن الأسباب اللي بتخلي المكنة تقطع، المكنة هي المكنة إبرة واحدة. خليكم معايا واحدة واحدة كده. وقبل ما نبتدي الفيديو إن شاء الله، أنا عايز كل الناس اللي بتتفرج عليا اللي مش مشتركة في القناة يا ريت تشترك، اللي اخذ مني معلومه يا ريت يشير الفيديو اللي استفاد منه. الناس اللي بتخش على الفيديو ومش بتعمل لايك يا ريت تعملوا لايك. ليه اللايك؟ لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو. فيا ريت انا طالب من حضراتكم ثلاث حاجات: لايك للفيديو، تشيروا الفيديو بتاعي لو عجبكم، تكتبوا تعليق تقولوا له فيه اذا كان الفيديو ده كويس واذا كان الفيديو ده مش كويس، او تعليق تكتبوه تقولوا له طلباتكم ايه في اللي انا اعملها الفيديوهات الجايه على القناه. نخش الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اول حاجه الاسباب اللي بتخلي المكنه الواحد تقطع ايه؟ اول حاجه الشمعدان اللي انتم شايفينه ده اسمه شمعدان. هات كله عام، ما يبقاش المكنه شغاله وده عامل كده وانت شغال بالمنظر ده كده. طبعا ده كده غلط، لازم ده يكون مستقيم زي ما انتم شايفين كده، يكون مستقيم. انا مش عايز ولا ده يكون بعيد ولا ده يكون بعيد، لا، لازم الاثنين يكونوا فوق بعض زي ما انتم شايفين كده. لازم الستاند بتاعك يكون مستقيم، يكون مستقيم ويكون هنا مستقيم، تمام؟ ده كله لازم يتربط، ده أول حاجة. تاني حاجة أنت بتمسك الخيط زي ما أنا ماسك كده، يعني أنت حاطط البقرة وماسك الخيط كده، وبتشد الخيط كده، بتشوف الفتحة اللي هنا ديت فيها جوه ريش أو هي مدبوحة أو عاملة مجرى تحت هنا تحت الخيط. أحيانًا بيكون الفتحة اللي هنا ديت عاملة مجرى تحت الخيط، الخيط بينزل فيها مع الشغل، الخيط بينزل يوم ما تقع، تمام؟ يبقى احنا هنمشي مع الخيط بتاعنا ونشوف الخيط بتاعنا بيركب فين. اول حاجه بيركب فوق، تاني حاجه بيركب في الاثنين دول، اللي عنده مركبهم ماشي، اللي مش عنده يشوف اللي بعده. ما يبقاش في اي حاجه هنا بتوقف الخيط بتاعه خالص. هنيجي تحت هنا هنيجي تحت هنا عند الايه، عند العيار بتاعنا، وده جزئيه مهمه جدا يا جماعه. شايفين العيار بتاعي؟ مش عايز فيه جوه اي حاجه، يعني لما نفك العيار شايفين الطبق ده؟ الطبق ده والطبق التاني اللي راكب ده، الاتنين دول مش عايز فيهم هنا أي حاجة تكون إيه، يكون فيها خرابيش. أحيانًا ده بيعمل هنا مجرى برضه، بيعمل هنا مجرى، هنا مجرى، هنا مجرى، بيكون فيه خرابيش، ده بتوقف الخيط، لأ، أنا عايز ده معاكم يكون سليم، يكون ناعم كده، يكون ناعم وسليم. بعدها بنشوف العيار بتاعنا. بنيجي نشوف الحتة اللي جنب العيار ديت، اللي جنب العيار، شايفينها؟ الجزء ده أحيانًا كده زي ما أنتم شايفينه بيكون فيه رايش، الجزء ده أحيانًا بيكون فيه رايش زي ما أنتم شايفين هنا كده في الإيه؟ في الفيديو بتاعنا. طيب الرايش ده بيعمل إيه؟ الرايش ده الخيط برضه بيعلق فيه. أنا مش عايز أي حاجة لما أجي أشد الخيط كده، مش عايز أي حاجة توقف الخيط معايا خالص. أي حاجة توقف الخيط معايا مانيش عايزها خالص. يبقى إحنا إتكلمنا عن كل حاجة بالنسبة للخيط. هنيجي لاخر حاجه، اللضمه بتاعتنا بتاعت الايه، بتاعت الابره بتاعتنا. الابره اتجاهها ازاي؟ لازم تكون عارف اتجاه الابره اللي بتركب عليها. انت بتلضم بالشمال، يعني بتلضم بايدك شمال، الخيط بيخش هنا، الخيط بيخش هنا، يبقى لازم المجرى اللي فوق ديت، يبقى لازم المجرى ديت، شايفين المجرى الطويله دي كلها، المجرى الطويله دي كلها لغايه تحت، ده هتكون على ايدك الشمال، تكون ماسك كده وبتركب، تكون كده وبتركب. الجزء ده بيكون على ايدك اليمين، الجزء ده بيكون على ايدك اليمين، لكن الجزء ده بيكون على ايدك الشمال. دي مهمه جدا يا جماعه ولازم تعرفها، وتركب الابره بتاعتك وتلضم بيها. خلاص احنا وصلنا لكده. بتشد الخيط بتاعك بقى من هنا، لازم يمشي معاك كده، لازم الخيط يمشي معاك. الخيط بتاعك وانت بتشد ما يقفش معاك كده، لازم يمشي معاك زي ما انت شايف كده، لكن ما يبقاش خفيف، لا، يبقى تقيل شويه مش خفيف، تمام؟ يعني ده خفيف معايا، انا هربط العيار بتاعي شويه عشان الغوزه تكون كويسه. ماشي معايا كده، لازم يمشي معاك كده زي ما هو ماشي معايا، تمام؟ دي هنيجي بعد كده لايه؟ هنيجي بعد كده لظبطه الايه؟ ظبطه الكروشيه. الكروشيه ده زي ما انتم شايفين كده، لا انا عرفتكم في كذا فيديو ازاي تظبطوا الايه؟ ازاي تظبطوا الكروشيه. طيب اللي ما يعرفش يظبط الكروشيه يا جماعه يكتب لي في التعليقات يقول لي، او يتواصل معايا وانا اعرفه اعمل لكم فيديو ازاي تظبطوا الكروشيه لاي حد، اي حد يعرف يظبطه، تمام؟ لكن لو في حد من الناس اللي بتتابعني ما بيعرفش يظبط الكروشيه لسه، فده عيب في حق انا،
انا ازعل من نفسي. الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله ولا فيه اي تعقيدات. طيب اللي بعد كده ايه اللي بيساعدنا في ان المكنه ما تقطعش، او المكنه السبب اللي خلى المكنه تقطع؟ ان الكروشيه بتاعي ده بعد ما بتظبطه بيكون فرايش. يعني ايه فرايش؟ يعني الجزء ده، الجزء ده البوز بتاعه بيكون في هنا امشيه بصبعي كده عليه، صبع يقف ما يمشيش. انا ماشي ضفر كده زي ما شايف، يقف ما يمشيش، بيكون فرايش هنا او بيكون فرايش هنا، او الجزء ده كده بيكون فرايش. يعني ايه برضو فرايش؟ يعني انا بحط صبع كده امشيه، صبع يقف حاجه توقفه. طيب احنا بنعرف ازاي؟ احنا بنعرف بالطريقه دي. شغلنا شغلنا انا هقول لكم عليه. انا بعمل ايه؟ انا بحط ايديا وانا قاعد على المكنه كده. طبعا الحاجات اللي قلناها كلها ديت بتتعمل في ثواني. بجيب صبع ده او صبع ده واحطه هنا من تحت، مش عارف مش هيبان لحضراتكم، اه كده، واحطه هنا من تحت كده، مش عارف باين ولا لا، عند الكروشيه. تمام هقول لكم اهو، بحط صبعي كده عند الكروشيه اه، وبلف المكنه بتاعتي وبحط صبع اشوف في حاجه هتوقفه ولا لا، زي ما انا بعمل كده في حاجه هتوقف، هتوقف صبعه ولا لا، هحس بايديا كده في اي رايش ولا لا. يعني الكروشيه اللي معانا ده الجزء ده مكسور اهو، الجزء ده مكسور طبعا ده مشكله ويخليه يقطع. لكن انا هقول لكم حاجه، انا هغيره بعد، يعني قبل ما نجرب هنغيره. بس شايفين دلوقتي ده كده ما فيش حاجه بتوقف ايديا. طيب لو حاجه وقفت ايديا صنفره ازاي؟ دي الصنفره اللي بنشتغل بيها، صنفره ناعمه. ويا جماعه موضوع الصنفره ده مهم جدا، ما ينفعش تجيب لي صنفره خشنه زي ديت بتاعه حيطان ونشتغل بيها. الصنفره دي خشنه، دي بتاعه حيطان، ما ينفعش نشتغلها في الكروشيه. الصنفره دي اللي بنشتغل بيها صنفره ناعمه خالص، تشتريها من اي حد بتاع قطع غيار، قول له انا عايز صنفره صنفر بيها الكروشيه بس تكون ناعمه، فدي ناعمه خالص. لكن الصنفره زي ديت انا شفت الناس بتعمل بيها، لا ده غلط، دي صنفره دي بتاعه حيطان ما ينفعش نشتغل بيها خالص. لكن احنا بنشتغل بديت، بجيب حته صنفره زي دي كده واحطها زي ما انا هحط كده، وحرك الكروشيه بايديا. بحرك الكروشيه بايديا كده ازاي؟ مطره من فوق كده يا عم، مطره من فوق كده، وحرك بايديا زي انا بحرك كده، واطلع عامل ايديا من تحت بقى، وانا حاطط الصنفره كده اصنفر الحته اللي فيها ايه، اللي فيها رايش، وبعدين امسك بايديا اشوف. طب الجزء ده لو في رايش احط الصنفره كده واطلعه زي ما انتم شايفين كده. طيب عايز اقول لكم حاجه، لو الكروشيه بتاعي اتخبط في ابره ومخبوط في ابره جامده قوي، يعني اشتغل بايه؟ لو الخبطه فيه جامده قوي الصنفره ديت مش هتجيبه وتيجي تعملها، هتلاقي الصنفره دي بتتقطع اصلا. شايفين الصنفره ديت؟ الصنفره دي بتاعت السلاح بتاع المقص، بتاع المقص الضرب بتاعت السلاح، بنجيب حته صنفره منها كده وبنصنفر الجزء اهو، وبنصنفر الجزء اللي فيه رايش جامد، اصنفره بايديا كده اللي فيه رايش جامد لغايه ما احس ان هو الرايش راح، اقوم جايب الصنفره الناعمه بتاعتي. الصنفره الناعمه بتاعتي مهمه جدا يا جماعه، اقوم جايبها واقوم مصنفر الكروشيه زي ما عرفت حضراتكم بيتصنفر ازاي. تمام، هي ده كل الاسباب اللي بتخلي المكنه الابره تقطع. في حاجه كمان اللي هو المسند بتاع الكروشيه، المسند بتاع الكروشيه ده لازم ما يكونش في الرايش، لازم يكون سليم وما فيهوش رايش. المسند ده هو، المسند ده انا هعمل لكم فيديو ليه لوحده ان شاء الله، المسند بتاع الكروشيه هعمل لكم فيديو لوحده اعرفكم بيبوظ ازاي واعرفكم بيتظبط ازاي. لكن دي كل الاسباب بتاعت المكنه الابره الواحده. لو المكنه بتقطع معاك مفيش سبب تاني، مفيش سبب تاني للقطع، الا اذا بقى نوعيه التشغيل. يعني ايه نوعيه التشغيل؟ يعني حضرتك شغال على قماش تخين وشغال بابره رفيعه، الابره هتتكسر معاك والابره هتقطع معاك. تمام، دي كل الحاجه بتاعت المكنه الابره الواحده ازاي بتقطع. لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي، وانا اعمل لكم لها فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.